لما يكون لاعب في مشكلة، أنت كمسؤول سواء في الاتحاد المغربي أو في أي اتحاد، هذا اللاعب بإمكانك الاستفادة منه، عقوبات انضباطية، عقوبات إدارية، عقوبات مالية، لكن أنت تحرم منتخب زي ما يقول لك أنه يلعبون لين يوصلون الربع الأخير وما يلقون اللي يخلص ويتغير المدرب. يعني عشان نقول أنه مثلا رأي فني يتغير المدرب ولسه نفس المشكلة، طب خلوا الرجال يشوف المدرب الجديد، أعطوا فرصة للمدرب الجديد يمكن يحل المشكلة. حمد الله رقم صعب في شيء أبو شوف جلد. اللي سو يعني خنا أنا قلت في يوم من الأيام قلت الكلام عن عمر السومة، وحق حمد الله ينقال عنه هالكلام. ترى اللي سواه حمد الله الموسم اللي راح يعني قريب من الجنون يا جماعة الخير. كمية هالأهداف اللي سجلها حمد الله ترى في الدور الثاني بس، يعني الدور الأول ما في شيء، يعني ما كان في شيء اسمه لاعب حمد الله. يعني حمد الله لو لعب بهالأداء من الدور الأول للثاني حيوصل 90 هدف. واحد الدور الثاني بكل أمانة مع كل احترامي لكل المجهودات في نادي النصر، لكن اللاعب تقريبا شال النصر على كتفه واخذ الدوري في الجزء الأخير من الدوري. اللي سواه كان أقرب إلى الجنون حمد الله في الموسم الماضي، أقرب إلى الجنون، كأنك طفيته وشغلته يا أخي. والله العظيم الدور الثاني كأنك واحد ما شاء الله تبارك الله عشان بيزعل النصراويين، كأنك طفيته وشغلته، اشتغل واحد ثاني يعني مختلف. فحمد الله رقم لا يمكن تتجاوزه في تشكيلة المنتخب المغربي، خصوصا ان انت شفت الأداء المغربي يعني في كأس أمم أفريقيا كان عندهم مشكلة في الإنهاء. كنت شايف هذا في كأس العالم، انك بتلعب بتجيبش أهداف، يعني انت شفت هاي المشكلة في كأس العالم ورجعت كررتها في كأس أفريقيا. انت شوف في نفس أمم أفريقيا عمرو وردة عرفنا قسبب استبعاده رغم انها فضيحة، اقرب للفضيحة. حمد الله ما عرفناش يعني شو اللي صار اكثر من اللي عمله عمرو وردة، يعني هذا السؤال، يعني هذا السؤال بيخليك تسأله. يعني حتى المدرب الجديد ما اعطي فرصة انه يحل المشكلة. اصلا حتى في المؤتمر الصحفي، يمكن تابعت المؤتمر الصحفي للمدرب، مدرب واضح انه متعبي راسه، يعني واضح من كلامه في احد. هذا الشيء المهم اللي انا اقوله، ليش عبوا راسه؟ ليه؟ ومن اللي عبى راسه؟ معناته اللي عبى راسه نفس المسؤولين في الاتحاد، وهذا قاعدين سواء رئيس الاتحاد. طيب اوكي، ليش صار هالانفصال بين الاتحاد المغربي، ما نقول بين المنتخب، الاتحاد المغربي اوكي راح المدرب اوكي، واللاعبين لا يمكن ان يكونوا سبب رئيسي في استبعاد اللاعب. ليش صار هذا الانفصال؟ معناته اللاعبين هم اللي جننوا حمد الله طول المعسكر. ايوه بس ايش رد سنابات شفناها، ايش ردة الفعل من حمد الله؟ ايش سوى؟ سكت وطلع واحتفل، لا ضرب احد ولا سوى ولا تكلم مع احد ولا قال شيء. ما تبغوني سلام عليكم، مشى. احد تكلم الرجال قال شيء؟ انا الى الان اقف في صف حمد الله لاني ما شفت رجال سوى اي شيء رغم كل اللي واضع لنا. وانا لا من اللي يصير عليه؟ لا اسمع، وانا ماني ضده، ها انا ماني ضده، انا اقول باننا احنا لازم نعرف ان في معطيات مهمه جدا، اهمها يا ابو جود، ابو جود ما قلت شيء، انا قاعد اسمع. لا شفت تعابير وجهك، ايش في تعابير؟ شارك في وجهي، شارك في وجهي. انا يا اخي تبغى الصراحه، انا اعترف صراحه، انا احب اللاعب المقاتل، وانا احب والله العظيم، وانا احب حمد الله، انا احب اللاعب المقاتل. طب ايش رايك انا احب يعني حمد الله؟ يعني حمد الله بصراحه يا اخي مشكله في الملعب، يعني في لعيبه. عمر السومة في يوم من الايام انا قلت انه في البرنامج، قلت عمر السومة ما شاء الله تبارك الله ماكينه صراف اهداف، يعني دخل البطاقه، يعني تدخل مباراه للاهلي في جت 3 مواسم تقريبا، تدخل المباراه للاهلي هلال نصر شباب اتحاد اتفاق، حط في بالك اسم عمر السومة مكتوب على ساعه الملعب، مكتوب جايب هدف جايب هدف. فاللي كان يسوي عمر السومة مو طبيعي، اللي سواه حمد الله بالدور الثاني مش طبيعي. انا احب اللاعب المقاتل. طيع من نفسك كذا، خسرنا نور احنا في فتره من فترات، والله ما كان مفروض نخسره. انا اروح للفاصل، ماجد يحب المشاكل دائما. نروح للفاصل وبعد الفاصل نواصل الحديث في البرنامج.